وقال لكم هنعمل ايه بالظبط. خدي يا اختي اشربي اشربي خدي. بنتي يا صباح اللي وافقتي على جوازك من شلاطه، كان ايه يا اختي اللي زنقك؟ زاد ابويا اشغال عليا، فضل يقول لي شلاطه كويس، شلاطه راجل، شلاطه هيصونك، وحدو دكان وهيدهوني واوسع القهوه وهنبقى علي العال. ضحك علينا ضحك على ابويا، اكل شارب نايم على قفانا، ده غير زهق وقرف وطلع عيني، قرفت مش طايقه. يا ريتني ما سمعت كلامه، يا ريتني استنيت جابر لما رجع، يا ريته كان جه قبل ما اتجوز. يا ريت يا اختي اسم الله، عامله لنا الموال ده كله عشان سجابر رجع بسلامته. ما انت يا اختي اللي قلتي ضل راجل ولا ضل حيطه. هو الشلطه ده برضه راجل يعني يا اشجان؟ هتحسبوه عليا راجل؟ ده بيصبحني بعلقه وبيمسني بعلقه، خلاص انا تعبت مش مستحمله. ابوس ايدك يا خالتي وحياه اشجان عندك، تطلقيني منه انا خلاص ما بقتش قادره استحمل، ولا اولعه في نفسي يعني ولا اعمل ايه؟ بس بس بلاش الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده، احنا مش قد ابوكي يا اختي. وبعدين شلاطه انت اللي اخترتيه واتجوزتيه، يبقى لازم تستحمليه. ركزي كده وحطي عقلك في دماغك. ماشي يا خالتي ماشي. بنتي عشكان خلي بالك، البت دي ممكن تاذيكي معاها. الكلام اللي انت بتقوليه ده ياما. يوه هو مين يعني اللي هيأذيني معاها؟ يا سلام، مش خرجت يا بنت عن طوع جوزها وابوها وقاعده ولابدانا هنا؟ ما هو من غلبها برضو ياما. خلي بالك البنت دي مش سهله ابدا، هي قاعده هنا عشان تفهم جابر انها سابت جوزها وقاعده مستنياه. جابر ده اخويا وانا عارفاه، بعد ما شافها في الكوشه مع شلاطه دي لو اخر ست في الكون، لا يمكن يبص لها ولا يعبرها تاني. يا رب ده احنا غلابة واللي فينا مكفينا. بكرة بعد الظهر تعدى عليا في البازار، هتلاقي الحاجات دي كلها موجودة. قشطة. اهو كده تبقى حلو، يا ريت تبقى حلو معانا كده على طول. بكرة يا انا يا سعيد هنعدي عليك. سلام. شكلك متضايق قوي يا شومان من الواد ده. اللي يقلقني او يدوس لي على طرف يبقى الله يرحمه. الله الله. وليه بس كده؟ هو الواد عمل لك ايه؟ واكل عقله نصاب ايه؟ وانا اللي جبته معانا ودخلته معانا في الشغل وخليته يقوم باول عمليه لحساب نصاب ايه؟ لا ده كده الواد هيبقى خطر، وعلى راي المثل تزرعه من هنا يقلعك من هنا. وبعدين ده ايه اللي هنصاب بيه؟ ده كل الهز اللي احنا فيه ده من خيره. لا لا مش معايا انا زيزي، خليه يلعب لي يومين في الوقت المناسب هوقف عند حد، او ممكن اخفي اسمه من على وش الارض. بقول لك ايه، انت اللي عليك تشريف الحوض النهارده، واشطفك انت كمان واحط لك بودرة عشان ما تسلقش. يا اندال الله تتعشوا من غيري يا عم، ما احنا مكتفين لك فرخه في الطبق اول حد ما تيجي. وبعدين احنا افتكرنا ان شومان عزمك على العشاء. شومان يعزمني على العشاء؟ هو اتجنن؟ المهم انت عملت معاه ايه؟ خلصت؟ خلص سعيد. ايه؟ هعدي عليه بكره البازار تاخد منه الحاجات. طب وانت هتعمل ايه؟ انا خايف عندنا كم مشوار كده. ما انت عندك طبق سعيد. طب ما تقعد يا عم تاكل يا عم، اقعد كل يا عم، الاكل ينزل في رجليك. ما فيش بابا. انا عم زمان كان كل اقعد يا واد كل يا واد، انا الاكل ينزل في رجليك. Would you like to see a Nefertaria observer? Yes, is it? Beast. You see like this? Oh, so beautiful. Beast. Yes, so nice, so nice. How much is it? Take your time, okay, now. الشنطة دي بقى يا سيدي فيها كل الطلبات اللي انتوا طلبتوها. ماشي. هتنفذوا امتى؟ الليلة دي بإذن الله.
خلي بابر يكلمني اول ما تخلصوا العمليه. هيحصل. سعيد في حاجة؟ انت عارف احنا خليناكم تخلصهم على عبدول ليه في السجن؟ مش واخد بالي. عشان اتمسك في عملية زي اللي انتوا طالعينها دي، وبدأ يلسن وعاوز يجيب سيرتنا في التحقيق. اخص عليه، ده طلع قليل الأصل قوي. حلوة قوي، طلع قليل الأصل قوي. يعني لو حصل أي لبش في العملية اللي هتقوموا بيها الليلة، وحد فيكم اتمسك وبدأ يلسن ويجيب سيرتنا، هيحصل لكم زي اللي حصل لعبدون بالظبط. مش احنا اللي اتقالنا الكلام ده يا شومان، احنا عارفين احنا بنعمل ايه. انت بس اللي مشبره معاك وما انت شايفنا كويس. اذا كان على السجن احنا ما بنخافش من السجن. على الاقل كنا قاعدين في السجن اكلين شاربين نايمين بفلوس الحكومه حلال. لما طلعنا بره بقينا بنشقى وندفع الكوتة عشان ناكل حرام. سلام. الو يا بكير، اديني نصر بيه. لحظه واحده، هتاخد الاسود انت؟ الاسود. اوكي انا هاخد الابيض. ارمي الزهري بقى ماشي عشان نعرف مين اللي هيلعب الاول. نصر باشا، شومان على التليفون. الو ايه يا شومان؟ انا نصر بيه. سعيد لسه ماشي من عندي واخد الحاجه. طب كويس كويس، هينفذوا امتى؟ بيقول لي الليله. عظيم، تعال لي ونتابع العمليه من هنا. تمام يا باشا. يلا مع السلامه. ده بيت الزهر ولا لسه؟ هي ايه العمليه اللي شغلك قوي كده؟ قلقان عليها يا حبيبتي؟ ادوب انا. العب سيك. فكره بكلم بجد، هو انت بتشتغل في ايه بالظبط؟ ما انت عارف يا حبيبتي انا بشتغل في ايه؟ بشتغل في السياحه، رحلات سياحيه، مراكب سياحيه، كل شيء يتعلق بالسياحه. جبت ايه؟ جاردو. العبي. طيب هو جابر وسعيد برضو بيشتغلوا في السياحه معاك؟ اه. بص يا غرام، انا عايزك ملكيش علاقه بشغلي خالص. اي كلمه تسمعيها او اي حاجه تشوفيها كانك ما شفتيش ولا سمعتيش اي حاجه، عشان تفضل حياتي. يا حياتي شيش بيش. مسكتك. ايه عمنا الاسلحه دي كلها؟ احنا رايحين نفتح عكا. الشيء لزوم الشيء. مش كده يا سعيد؟ لا مش كتير ولا يا جبور؟ لا مش كتير. غيرتني من العربية؟ بدري. طب يلا بينا. قلبك شويه. يلا لو حصل لي حاجه ما تبعوش المرجحه.
مية تمام. يا جدع انت ودخلت هنا ازاي؟ لفيني يا جدع انت وقول لي دخلت هنا ازاي؟ لو ما نهقتش هضربك في المليان. نزل سلاحك! نزل سلاحك بدل ما يبقى اخر يوم في عمرك! نزل سلاحك! فاكرين هتخرجوا من هنا بسهولة؟ اخرس ياض! لا! وغميله عليه سعيد. قول لي حسين، حازم باشا فين؟ لسه شايف روح للسرداب دلوقتي حالا. ورايا يلا اهرب انت يا جابر. الشمس من غيرك يلا. ما تنسيبش حد ورانا، موت هناك.